رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب احتفلت كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية بتخريج دفعة جديدة من طلابها في مدينة رفيق الحرير الجامعية في الحدد. الاحتفال حضره نواب وشخصيات طبية وقيادات أمنية وعدد من العمداء والمديرين والأساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية وأهالي الخريجين. راعي الحفل البروفيسور فؤاد أيوب أكد أهمية دور الجامعات اللبنانية منوها بإنجازات كلية العلوم الطبية التي وصلت إلى أكثر من دولة من العالم من خلال الأطباء المتخرجين الذين رفعوا اسم الجامعة عاليا، وشدد أيوب على حاجة الجامعة إلى موازنة مستقرة. طموحنا بسنة 2022 نتحول إلى جامعة منتجة. مش عم بقول هون إنه بدنا نحنا نتخلى عما بتعطينا إياه الدولة أبداً. الموازنة نحنا منعرف سلفاً إنه ممكن تزيد ولا ليرة نهائياً. أوكم تفتكروا إنه خلال الخمس سنوات القادمة ممكن موازنتنا تزيد؟ مشان هيك نحنا هلأ عم نبحث كمجلس جامعة الحلول، نحن متوقعين سنة 2022 صير جامعة منتجة، جامعة قادرة تعين حالها من دون ما تضطر تمارس سياسة شد الأحزمة. رغم هيك نحن اليوم لأول مرة بتاريخ الجامعة اللبنانية قادرين نفرر أساتذة، وهذه الأول مرة بتاريخها من دون ما نضطر نشحد. بدوره عدد عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية البروفيسور بطرس يارد بعض النشاطات التي قامت بها الكلية. لقد اتخذ مجلس الجامعة خلال السنة المنصرمة قرارا تاريخيا مهما بالموافقة على إنشاء مستشفى جامعي في المدينة الجامعية في الحدث بقدرة 300 سرير، ولقد وضع رئيس الجامعة هذا الأمر ضمن أولويات حاجات الجامعة اللبنانية المقدمة إلى الأجانس فرانسيز دو ديفلوبمان AFD. كلمة قدام الخريجين ألقاها الدكتور سليمان أبو الطيف، شدد خلالها على أهمية الجامعة اللبنانية التي تحقق الحلم في بناء أجيال رائدة. أما كلمة الخريجين فألقاها الطبيب جوليانو حداد. وفي الختام قدم رئيس الجامعة اللبنانية وعميد كلية العلوم الطبية درعا تقديرية للدكتور أبو الطيف، ثم جرى تسليم الشهادات للخريجين.